بسم الله الرحمن الرحيم. تحويل القبلة. قبلة مكة هو دايرزر بعد فرض الصلاة في المعراج لامز فرض نتيجة لنشوفها فيمر صلى الله عليه وسلم استقلب الله وحل وقال شينتي. كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس مقدس مجدك بيت المقدس رسلي مع دوشتل سوعة ودع ورزي لامز دي أشور بيمر مصومنا. وكان يود أن تحول قبلته إلى الكعبة فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك. دلع بيمر ستشلوش در كعبة وجعه دع ورزن إقلب يوش مكة دوشتل ماجدك ست ورزي لوش وريزه دكشوع إدارتنا نيغا دائما استيقلا حال حيوش خلال بايمر صلى الله عليه وسلم الله هو شينا وحيو تدواس دلت شينا بورب دلت سعاو نابيرز سودع الله سبحانه وتعالى آيش لسيرا خد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سودع الله آيش لسيرا إيلر شين قام غيره استيقلا وحال حيوش شابو قلا هوير زيرا مو يا محمد حريز ولش الحريز ولش القبلة تعاقو دع وير زير موشا. في السنة الثانية للهجرة شلوخ شرچوها هجرة كالندار ثاني فغير صلى الله عليه وسلم قبلته إلى الكعبة فيمرس قبلة خيطة خيطة رونا كعبة تيويرزانا لامش دبويل بلرون بصلناخ بيمر صلى الله عليه وسلم تولت اعي اياج ديسن تولتها.